بتسخن اكلك بالمايكروويف ولا رسائل جروب العيلة على واتساب عملت لك رعب؟ قد تظن انه المايكروويف بيقلل القيمة الغذائية للاكل، لكن هو كيف المايكروويف بيسخن الاكل اصلا؟ بتطلع اشعة المايكروويف وبتخبط بالاكل تبعك، فبتهز اي جزيء مي بتلاقيه، هذا الهز بيولد حرارة بتسخن اكلك. تمام، حلو. هل نوعية الاكل بتتأثر؟ بالحقيقة الطبخ بكل الطرق وتعريض الاكل للحرارة بيكسر بعض العناصر الغذائية، والمايكروويف زيه زي الطبخ التقليدي، حرارته بتكسر بعض العناصر لكن بتكسر أقل من الطبخ التقليدي، بس أبداً مش كتير، حتى إنه بيحافظ على القيمة الغذائية أكتر من الطبخ التقليدي. ليش؟ لأنه مدة الطهي قصيرة جداً وما بتحتاج إنه نحط مي عشان نسخن الأكل. وليش مشكلة إنه نحط مي؟ لأنه العناصر الغذائية بتطلع بالمي ونفقدها. فشو قررتوا؟ أسخن لكم معي؟ المهم اكتبوا لي عن إيش كمان بتحبوا تتعلموا. سلام.